وعن الموضوع يسعدنا أن نرحب بدكتور شرف حسان رئيس لجنة متابعة قضايا التعليم العربي. يعني الموضوع الذي طرح قبل قليل هو موضوع خطير، ماذا يستدل من نتائج امتحان وزارة التعليم بخصوص اللغة العربية وفهم المقروء؟ للأسف النتائج في هذا الامتحان هي ليست مفاجئة، هي استمرار أيضا لنتائج بحث امتحان أورد أو نشر قبل حوالي شهرين ثلاثة حول الموضوع، امتحان دولي البيرز. هذا الامتحان إذا بالمجمل ممكن نقول وضع طلابنا العرب للأسف في لغة الأم العربية هو كارثي، نتائج تدل على ذلك. أيضا نحن لسنا بحاجة إلى امتحانات، يعني كل من هو في الحقل يعرف مدى الصعوبة ومدى الخطر بالذات في كل ما يتعلق باللغة العربية. مهم الإشارة يعني أنه المجلس التربوي عندنا في لجنة متابعة التعليم يعني في طاقم بدرس النتائج بعمق، أصلا شارك في الجلسة التي عرضت فيها النتائج حتى نستطيع حتى يعني نفهم كل التفاصيل المتعلقة بهذه النتائج. ولكن مهم أن أشير يعني أنه ارتفاع هنا أو هناك بالذات عندما نتحدث عن ارتفاع عند الطلاب المتفوقين، انه ارتفعت نسبه التفوق من 3% ل 12%، انا اعتقد انه هذا ليس انجاز، بالذات انه الفجوه مع الوسط اليهودي هي فجوه كبيره جدا، لذلك بلاش نلغى ارقام توه البعض، خلينا نفوت في عمق وندرس النتائج بعمق. النتائج يعني بالمجمل هي صعبه جدا. وانا بقول التحدي الاساسي اليوم هو ليست ال 10% من الطلاب اللي هن طلاب خلينا نقول ممتازين او متفوقين، انما الخطر الاساسي اليوم بالذات بكل ما يتعلق بازمه التعليم العربي هو انه طلابنا، انه مدارسنا عم تهمل القسم الاخر من الطلاب، الطلاب المستضعفين، الطلاب الغير المرئيين، المهمشين، هناك التحدي الاكبر. طب قبل الوصول للحديث عن الاجراءات التي يمكن اتخاذها، كيف يمكن تفسير هذا الانخفاض في مهارات فهم المقروء لدى طلبه الصف الثامن الاعدادي مقارنه بالطلاب في الصف الرابع الابتدائي؟ يعني هذين الصفين تم الحديث عنهم مكثفا في هذا التقرير. يعني يتم تاسيس الطالب في اللغه بالجيل الابتدائي بالاساس، الصفوف الاولى، واذا الطالب عمليا هناك لم يؤسس بشكل مضبوط ولم يتمكن من لغه الام ولم يحب لغه الام، يعني ما كان شيء اللي بيحببه في لغه الام، عمليا ستزداد الفجوه مع الوقت بشكل واضح، لانه عمليا اللغه العربيه هي لغه الهويه، هي لغه التعليم، يعني وهي لغه العلاقه مع المجتمع ومع المعلم ومع العمليه التعليميه، وبدونها يفقد الطالب هذه العلاقة وتزداد الفجوات، وبالتالي قسم من الطلاب المستضعفين خصوصا يدفعون مرة أخرى إلى الوراء، وبالتالي الأقوياء يزدادون قوة والضعفاء يزدادون ضعف، وبالتالي هذا جزء من التفسير لهذا الامتحان. مهم يعني نقول أنه التحدي الأكبر مرة أخرى بالذات اليوم بوضعية التعليم العربي، التحدي الأكبر هو العمل مع الطلاب المهمشين المستضعفين. طيب ما هي الإجراءات إذن؟ يجب العمل مع الطلاب المستضعفين، ولكن كيف تتم هذه الإجراءات وما هي الإجراءات التي يمكن اتخاذها لتحسين مهارات فهم المقروء لدى الطلبة المستضعفين؟ يعني بداية المهم جدا أن نحاول نفهم ليش هيك الوضع، الوضع هيك بسبب لعدة أسباب، أولا السياسات الحكومية، السياسة التربوية بتتعامل مع اللغة العربية مش كموضوع كجزء من مشروع قومي مثل اللغة العبرية مثلا عند اليهود، إنما كأخرى موضوع تدريسي، لذلك الجهود الأساسية التي تبذل بقضية اللغة العربية يبذلها بالأساس من يعمل في اللغة العربية كداخل موضوع اللغة العربية، المعلمين والمعلمات، وفعلا بشكل عام تبذل جهود جيدة ممتازة يعطيهم العافية كل احترام لمن يعمل، ولكن الخروج من هذا الوضع يتطلب أن تتحول اللغة العربية إلى مشروع أكبر، إلى قضية المدرسة ككل، لأنه للأسف بما أنه لديك خبرة في مجال قطاع التعليم وفي سلك التعليم، يعني سؤالي لك، هل تلمس الآن خطورة على اللغة العربية كلغة أم في ظل هذه النتائج وفي ظل يعني هذا الجيل المتصاعد؟ هناك خطورة لأنني لا أرى أن هناك عمل حقيقي عم يحدث في وزارة التربية والتعليم أو في المدارس، وأيضا نحن كمجتمع لم نأخذ مسؤولية بشكل كافي على وضعنا في اللغة العربية، ومطلوب تغيير جذري في كل هذه المستويات، يعني تغيير على مستوى الوزارة والسياسات والمناهج وكتب التدريس والمواد التدريسية، تغييرات على مستوى طرق التدريس
وقضية تحبيب الطالب كما قلت بقضية اللغة وإدخال مواد إلى علاقة فينا كفلسطينيين وك بالذات قضية الأدب الفلسطيني. الأمر الآخر المدارس المفروض تتعامل مع اللغة العربية كلغة ليست يعني بس للمعلم العربي، إنما أيضا من معلم الكيمياء مطالب أن يدخل العربية إلى الكيمياء، أن يدخل أيضا مساهمات العرب في الكيمياء حتى نستوعب أو حتى نعي أو يعرف الطالب أن لغته وحضارته هي ليست يعني متأخرة ومش للعلم ومش للحضارة، إنما في علماء عرب وكله مرتبط وفي مصطلحات عربية لهذه المواد العلمية. وبالتالي قناعة الطالب وقناعة كل معلم بأهمية مساهمته في قضية اللغة هي قضية أساسية. وآخر شيء طبعا السلطات المحلية، مع كل احترامنا للسلطات المحلية العربية، برأيي لا تبذل برامج كافية لدفع مكانة أو لرفع مكانة اللغة العربية في الحيز العام، في البرامج في داخل السلطات المحلية، المكاتبات. بنهاية الأمر أي رسالة بأخذها الطالب، الطالب ما بأخذ رسالة أن اللغة العربية هي لغة مهمة، هي لغة ضرورية. الرسائل اللي بأخذها الطالب للأسف الشديد من كل المستويات، بالأساس من الوزارة، من المعلمين، من المدرسة، من الحيز العام، من البلد، أن اللغة العربية أقل أهمية من غيرها. طيب سيد شرف، يعني بغض النظر عن العوامل التي ذكرتها في سياق هذه المقابلة، هذه العوامل التي قد تكون ساهمت في هذه النتائج المخيبة للآمال، يعني أنت شخصيا تعتقد على من يقع اللوم الأكبر والأساس في هذه الأزمة، إذا كنا سنطلق عليها كلمة أزمة؟ أنا أعتقد المشكلة مركبة، ولكن بنهاية الأمر المسؤولية الكبرى هي على المسؤولين على وزارة التربية والتعليم، على من يضع السياسات التربوية، على من يعين، من يضع المناهج والكتب، ومن يؤهل المعلمين، وأيضا من حول اللغة العربية من قضية كبيرة، مشروع أكبر يجب أن يتعامل معه كل فرد في جهاز التربية والتعليم، إلى قضية كأنه موضوع تدريسي وفقط تحضير الطلاب لامتحانات دولية، وأيضا في هذا يوجد أو محلي، وأيضا في هذا يوجد فشل، ونحن نرى الفشل. لذلك بحاجة إلى تغيير مفاهيم كبير. ولكن في نفس الوقت أنا أتحدث إلى مجتمعنا، علينا أن لا ننتظر حلول من الحكومات الإسرائيلية، علينا أن نضغط باتجاه التغيير، ونحن نحدث تغييرات هنا وهناك، ولكن علينا أن نأخذ الأمور إلى أيدينا، أن نبدأ من البيت بحث الطلاب على المطالعة، أن يكون الأهالي أيضا قدوة لطلابهم، المدارس المفروض أن تتغير، أنت أيضا أن تتعامل بمسؤولية بأن اللغة العربية هي لغة المدرسة بكل معنى الكلمة، السلطات المحلية، ولكن أيضا بحاجة إلى تغيير في التفكير بالنسبة لقضية الوصول إلى الطلاب يعني المهمشين في المدرسة، التحول والتغيير وإنقاذ وضع التعليم. وعلى فكرة هذا جزء من الحلول المقترحة للخروج من وضعية أنه جهاز التربية والتعليم يكون له دور في مكافحة العنف والجريمة، أنه نوصل لهذه الفئة من الطلاب، والوصول إلى هذه الفئة من الطلاب بحاجة أن يتمكنوا من اللغة العربية، لأنه هذا الذي يصلهم بنهاية الأمر مع المدرسة ومع العمل التربوي ومع بما أننا تطرقنا لموضوع آفة الجريمة والعنف، هناك من يربط موضوع التعليم بالجريمة والعنف أيضا، بأن كل من مارس الجريمة والعنف أو كل من كان جزء من هذه الآفة كان متسربا من المدرسة، لم يكن لديه أي علامات عالية، ولم يستطع متابعة دراسته. هل لذلك علاقة كبيرة بين آفة الجريمة والعنف والمدرسة؟ طبعا الطلاب عمليا للأسف الشديد الشباب والطلاب المنخرطين والمنخرطات في عالم الجريمة والعنف، الطلاب عمليا المدارس فشلت، جهاز التربية والتعليم فشل في استيعابهم. هؤلاء الطلاب يعني عادة يأتون من فئات من طبقات فقيرة مستضعفة مهمشة في المجتمع، وبالتالي هذا الوضع أيضا بينعكس على وضعهم في المدرسة. المفروض المدارس تشوف هذول الطلاب، للأسف مدارسنا ما بتشوفينش لأنه ملتية بالتحصيل وبالطلاب الأقوياء، وهذا خطأ استراتيجي في مجتمعنا، وبحاجة لتغيير مفاهيم. اليوم حاجة مجتمعنا أنه يواجه العنف والجريمة، ومعالجة العنف والجريمة بتتطلب منا كلياتنا أن نضع قضايا هؤلاء الطلاب في رأس سلم أولويات، يكون في عدالة في توزيع الموارد أيضا في المدارس العربية، من ناحية أيضا اهتمام والانتباه الطلاب في الصف، وإيجاد أيضا حلول وأجوبة
وعلاج لاحتياجات الطلاب، هذه الفئة من الطلاب المختلفة من ناحية تعليمية نفسية عاطفية وما إلى ذلك. يعني هذا جزء من المخرج وهذا جزء من المطلوب من المدارس اليوم، لذلك العلاقة هي علاقة وطيدة. يعني تخيلي صف ولد بصف ثالث، عادة الطلاب لوين بوصلوا بصف ثالث رابع محلهم بالصف من ناحية مكانتهم بالصف بتضلها تقريبا للآخر. تخيلي ولد بصف ثالث بده يضلوا كل حياته تم وصل الثانوية وما بعد الثانوية تجارب حياته كلها فشل في المدرسة أو علامات واطية لأنه بتطلعوا عليه بالأساس كرقم، وما في أي معنى لحياته يخليه يشعر بالانتماء لهذا المجتمع أنه عم بيساوي إشي مفيد أو وما إلى ذلك. لذلك يعني بحاجة أن نغير المفاهيم إذا فعلا كنا صادقين في تجنبنا للتصدي لقضية العنف والجريمة. نعم، هذا أمر مؤسف للغاية. يعني شكرا لك جزيل الشكر. استغل اللقاء هذا انه عمليا السنه المقبله الدراسيه المقبله كما اعلنا وتم قبول الامر من كل الهيئات التمثيليه انه الموضوع المركزي هو التصدي للعنف والجريمه وبناء الانسان والمجتمع. احنا يعني سيصل الى المدارس اليوم الاطار المشروع المتكامل، و ندعو السلطات المحلية، أقسام التربية، الشبيبة، المدارس، المعلمين، المعلمات، لجان الأهالي لأخذ دور فعال لتحويل هذا الموضوع إلى قضية أساسية في مدارسنا في السنة الدراسية القادمة. شكرا لك لإيصال هذه الرسالة، ونتمنى أن تكون وصلت لجميع مشاهدينا. شكرا لك جزيل الشكر دكتور شرف حسان، رئيس لجنة متابعة قضايا التعليم العربي.